الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. إذا رأى صاحب الرؤيا أنه يجمع البيض من تحت الدجاج علامة على العديد من المتاعب والأزمات في الحياة، والله أعلم. رؤية جمع كمية قليلة من البيض من تحت الدجاجة تكون إشارة على الخير الوفير الذي يحصل عليه صاحب الرؤيا، والله أعلم. إذا رأت المرأة الحامل أنها تقوم بجمع البيض من تحت الدجاجة تكون إشارة وعلامة على ولادتها القريبة بذكر، والله أعلم. رؤية جمع البيض من تحت الدجاجة في المنام علامة على اقتراب موعد الولادة للمرأة الحامل، والله أعلم. رؤية جمع الحامل أنها تقوم بجمع البيض من تحت الدجاجة إشارة على بعض الاضطرابات التي ستمر بها أثناء الولادة، والله أعلم. إذا رأى الإنسان أنه يجمع البيض من تحت الدجاجة وكان هذا البيض لونه حسن وكان هذا البيض جميل، دليل على الترقية في العمل أو المكاسب المادية الكبيرة، والله أعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تجمع البيض من تحت الدجاجة وكان هذا البيض لونه حسن وجميل وليس به كسر، دليل على الرزق الواسع لها ولزوجها الأيام القادمة والسعادة الزوجية المستمرة والرزق الواسع، والله أعلم. وأعلم رؤية البيض الكثير في المنام تكون إشارة على فساد صاحب الرؤيا وعليه التوبة والأوبة، والله أعلم. رؤية تقشير البيض الكثير في المنام إشارة على قلة الرزق، والله أعلم. رؤية البيض الكثير من تحت الدجاجة تكون إشارة وعلامة على الرزق الوفير إن كان البيض بحالة جيدة، والله أعلم. رؤية البيض المكسور في المنام علامة على تحقيق الأمنيات والأحلام بشكل كبير، والله أعلم. رؤية البيض الكثير داخل المنزل علامة على زواج رجل من جارة صاحب الرؤيا، والله أعلى وأعلم.